قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطائر بركاته. نبي الملك الطائر بركاته. تركت لهم آثامهم والذين سترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي لم يحسب له الرب خطية ولا في فم غش. يسوع المسيح
الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. وكان إنسان من الفريسين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا أتى إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعملها إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لكم، لك إن كان أحد لا يولد ثانية من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد ثانية؟ بعد أن صار شيخا ألعله يقدر أن يدخل بطن أمي ثانية ويولد؟ أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد يا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد هو جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولدوا مرة ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل مولود من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي ينال كل من يؤمن به الحياة الأبدية، لأنه هكذا
أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل ينال الحياة الأبدية لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم من يؤمن به لا يدان ومن لا يؤمن به فقد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد الجنس وهذه هي الدينونة إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة لأن كل من يعمل الشر يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله لأن شريرة وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة.